السلام الخوت، اليوم مع رابور قصة ديال وحمقة دار استوديو في الكنيسة، الناس تصلي وهو يسجل، وهو منو رابور بيتش ميكر وبرودوسر، عنده أكثر من 80 تراك مفرقة ما بين لي زيبي ولي ميكس تيب ولي زالبوم، وكبر في أخطر حي في وجدة. مرحبا بكم في قصة دراغانو. قبل ما نكملوا الفيديو بغيت نقول لكم بلي كل سبت غتكون حلقة على رابور، دير معاك أبوني وخليك على القرص، طلق سخون. أنا كوطاني زلقة بسيكا تيباني، خاص المرمى شكون أرمي، درارينا قتلوا الضامي. دراري مارو بسلام موتيف مار موتيف قلاوي شعب مشاج اياته طوبيس مار طوبيس اختي لنايدا باش نديرو كابيتال. عدنان ماحي وعيد زاد في وجدة وبالضبط في المدينة القديمة، تاريخ ازدياد ديالو عمرو صرح به وما غاديش تلقاه في اي بلاصة. اللي عرف تاريخ ازدياد ديالو اكزاكت كتبوا ليا في لي كومونتير. ومن بعد عامين ازدياد ديالو عدنان غيطلق الام والاب ديالو، وعدنان غادي يعيش مع الاب والجدة تاع الاب ديالو. كبر في عائلة لاباس عليه ما خاصة حتى خير، الام ديالو تعطيه والاب ديالو حتى هو كيعطيه. كبر في عائلة سبعان العمر وما خاصو حتى شي حنان. نهار غادي يوصل عدنان للسلم الدراسي غيدخل امو احسن مدرسة بريفي في وجدة. قرا عدنان الابتدائي ديالو كله وهو مرتاح ماديا ومعنويا، ان اي حاجة طلبها كتحضر. غير هو داك الطفل اللي مفشش على العائلة بالحكم الاب تاعو لاباس عليه والام تاعو حتى هي ما خاصها حتى خير، رغم انه كان كل واحد دا الاسرة ديالو بوحده. وعدنان كان قريب بزاف من جدة تاع الاب ديالو بالحكم تاع عدنان كبر في المدينة القديمة وهي مدينة كوميرسيال، وكان واحد المحل كيبيع الكاسيت كان ديما الموسيقى كيسمع عدنان، يعني كبر عليها وما جاش الاكتشاف تاعها على غفلة. ونهار غيطلع للكوليج غيشيني با ام بي 3 وغادي يعمرها غير بالراب والموسيقى تاع الراب فقط، وكان كيتمزك هوبا هوبا سبيريتش واش كاين والدومبي وهاد الموسيقى تاع الراب بدات كتدخل معاه. نهار بدا كيمشي للكوليج بدا كيهبط سروالو بدا كيدير المشي تاع الروابا التصرفات تاع الروابا. وعدنان كمل قرايتو وطلع لليسي، وفي الليسي كان معروف بالستيل تاعو في اللباس، وكان هو داير اداب سيونتيفيك وخدا الباك ديالو ومشى دار لا ليتغ فرونسي في لافا وخدا في لا ليسونس. عدنان كان عاشق الراب من الصغر ديالو وكان ديما كيسجل هو واحد عشيرو في البيت تاعو بميكروفون كلو محشر. وفي سنة 2008 دراغانوف غادي ياسس اول مجموعة ديالو ويطلقو اول ميكس تيب ديالهم بعنوان سيستيم الدولة، ولكن ما غاديش يحقق نجاح. وفي سنة 2010 غادي يقرر يكمل المسيرة الفنية ديالو بوحدو ويطلق أول ألبوم ديالو بعنوان زيدو القدام، واللي كان حلم بالنسبة ليه وهو كان صغير. عنده ألبوم وغادي يحقق نجاح اللي غادي يخلي بزاف تاع الناس يتعرفوا على موهبة جديدة. بعد نجاح الألبوم تاع دراغانوف غادي يشارك في بزاف تاع المهرجانات والأحداث بحال فيستيفال ديال راي 2014، غادي تكون سنة استثنائية عند عدنان بحيث غادي يشارك في مسابقات جينيراسيون موازين وغادي يربح الجائزة الأولى، وغادي يكون أول مرة يطلع فيها فوق الخشابة قدام جمهور كبير في منصة سالة. ومن بعد هاد النجاح الكبير تاع دراغانوف غادي يغبر، والسبب راجع أنه كان عنده عقد مع موازين وموفاش بالوعد ديالو معاه. من غيسير العقد ديالو غيطلق إيبي تاع خيصوص، يعني تخيل الجمهور يعرف شكون هو عدنان، وكانوا فيها شراكات مع بيت ميكر كبار بحال ويست ويو اسي. ومن بعدها تصور فيديو كليب تاع باكمان واللي غادي يدير به البوز حيت حق فيها جائزة اللي ربح في جينيراسيون موازين، واللي كانت هي الطريقة باش يعبر على الغضب ديالو على داك الشيء اللي داروا معاه. باكمان ماكرناش مي سامارش مان عاقة ديال الطريقة تناكت عند المهمان. وهذا الشيء كامل كان في وجدة. دراغانوف كان كيسجل هذا التراك في واحد الكنيسة تما اللي كان فيها كيتشكرا واحد ديسبار بثمن مزيان، ومن بعد غادي يقرر باش يتحول لكازا. ومن بعد ما دار دراغانوف سميتو في الراب المغربي ولاو كيشوف بزاف تاع العروض بزاف تاع لي زارتيست باش يكون هو البرودوسر ديالهم. دراغانوف كرابور وبيت ميكر كان باسم سميتو في الراب المغربي، ومن بعدها غادي للاستوديو في الدار تاع واحد من صحابو اللي هو رضا. كانت العلاقة بيناتهم مزيانة بقاو خدامين اونسومبل، وإلا مشينا طلينا على لاشين تاع دراغانوف غادي نلقاو اول تراك تحط في لاشين 11 ماي 2013، وهاد التراك كيتسمع اول مره في تراديو. التيتر تاع التراك هو ما تقولش لا مغربي خلى الجامع ودخل للبار يشرب، كيفاش بغيت التراك نايض وقلب الشعب مبليسي سميت كيسبوا في القران كان تراك اونتي سيستي، وكانوا فيه بعض السطوره اللي توشاوني تاع بصح ميغ ديستيناسيون توريستيك بلادك فيها برلمان احسن من اي فيلم كوميك بحال هاد السطر كيعني هنا بان الحقوق اللي بغيتي يدافعوا عليهم الرؤساء تاعك اللي كتنتخب عليهم راه هما فاش كيجبدوهم راه كيبداو غير يضحكوا عليهم. وفي 16 ديسمبر 2016 غيجا التراك اللي كان فيديو كليب اللي هو غنزيد. ما فاكا شوفه كل النهار شرطه زايده في الليل ما فاكا سيرو عندي طوبه فوق الشوك نعسو نديرو لاسيت. وهاد التراك تاع 2020 ماش تاع 2016 مخدوم كان متقون بزاف في الميكساج، وهو كان تيتر من الاي بي تاع خيصوص، ودار هاد التراك لحد الان في يوتيوب اكثر من 160,000 مشاهد. ومن بعدها غادي يحط دراغانوف الاي بي ديالو اللي كانوا فيها بعض التراك ملاح بحال كلاسلون. بغاو يقلبوني نبقى ضعف تيكو تيكو ما بغيتش نبقى لعبه ما فاك نديم وبحال نجومي بالليل.
الدنيا مازال ما تحكاتش بزاف ديال القوف السرجم سنا هنا. كونتراك اخر ناضي اللي هو لو ازير وفي باغي فلوكا بموتير جي تي اي نبوس راس الميمه واديمو بي اي نخلي كاع القواده مورايا ونزيد ونخلي 7 يناير 2017 دراغانوف غادي يقرر باش يكليب التراك من او بي ديالو اللي هو باك ماب ومن بعدها دراغا ما غاديش يغبر بزاف حيت غادي يبدا يحط او بي تاعو جديده اللي هي سلام وهاد او بي كانت كلها مكليبيا اغلبيه تاعها وكانوا فيها بعض الفيوتشرينغ مزيانين بحال فيوتشرينغ مع طوطو غدخل مع تنتاك تران بيتش شيري رحياتنا انا ماشي غلط تراغا ما عندوش مع البطاله نرى ما تنفك تشاط وكانوا فيها حتى بعض التراك اللي مزيانين بحال ما فهمتيش دابا كتحسب في ليام والعوام باش نساني نسباني كيما ديما نمشي ونرجع عاوتاني دابا راه عندي انتي محسوب انايا مع دياني انتي اللي بغيتي حديده ليكس بغيتي الله رماني دابا وهاد التراك تاع التراكا تقرع فيه على الساطا ديالو اللي خوات بيه فجر كازا ومن بعدها غيجي التراك تاع الدوفيز حرامي طلع النار بلا ما يطيحو سبوت تحلم بالنار اللي طالك في جاك بوت حتي تفاحت كرا كيدوزو عليك بلا كابوت كان عبارة عن اوديو ولكن مشارج ليريكس وفلوات ومن بعدها غيجي التراك تاع بيبار باش غيبكي وبطموح الحارف عليا وداري اللي معايا ما غيباتوش ليلة بشو كيقول فيه بانه غادي يدير لاباس وغادي العاقة تاع بصح وغادي يصوفي 20 وهاد اوبي تاع سلام وغادي تسالي بالتراك تاع كونستاتين 20 بصح ما كيبانوش في كليبات اما الراب جمع ليا الابات ومن بعد هاد اوبي دراغانوف غيعطي لاطاك الخدمة تاع بصح وبدا كيحط تراك مورا تراك وغادي يحط الاوبي تاع فيرسيون 2 تاع خيسوس وكان احسن تراك في هاد الاوبي هو التراك تاع حلاقة اللي كان فيوتشرينغ مع طوطو ومن بعدها اخذ تام دراغا تراك مورا تراك وفيزي الحلم تاعو حتى لواحد النهار وميسولو المونست على انستغرام كيف كيجيك دراغانوف وقال له بيت ميكر مزيان وناض واحد الكلاش بيناتهم اللي ما كانش مطول بزاف كان كلاش دراغا تراك تاع ميمي ومن بعدها تصالحوا عادي بحال حتى حاجة من واقع دراغا براند راسو تاع بصح في الراب المغرب وما بقاش كيهبط على المليون تاع الفيوز ومن بعدها غادي يحط الالبوم تاع كلورس اللي كانوا فيه بزاف تاع التراكات مزيانين بحال فيوتشرينغ مع حميد القصري بحال فيوتشرينغ مع انكوني وكان فيه واحد التراك اللي دار الفيوز تاع بصح اكثر من 4 مليون تاع الفيوز اللي هو التراك تاع ساك ومن بعدها بقى خدام دراك بروجي مع بروجي حتى كياكد سميتو في الراب المغربي بانه برودوسر وبيت ميكر ورابور عنده سميتو ما يقول في الراب المغربي ولا عنده وزن ثقيل في الراب واخر تراك عنده هو فرصه اللي دار لحد الان في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز دراغانوف من الاشخاص اللي ساهموا في تطوير الراب المغربي وكان عاون بزاف تاع الدراري باش يطلعوا النيف وكان هو داك البيت ميكر او داك الرابو لاي واحد طلب منه المساعده كيقولش ليه لا وعنده علاقه زوينه مع كاع الرواب هو اصلا عنده مؤسسه سميتها الكارتيل اللي مؤسسها هو صاحب وريده دراغانوف شق طريقه وسط الراب المغربي بصعوبه باش يحقق هذا الشيء دراغانوف من الاشخاص اللي كيضربوا شماله شعب الصح في الراب حتى واحد ما سيق لهم الخبار ولكن براند راسو بالموسيقى تاعو وبالخدمه تاعو هنا غتكون سهل الحلقة تاع دراغانو فالطاب قول لي في الكومنتر شكون رابور اللي بغيت تشوف الفيديو الجاي ومنساش معاك لايك ابوني لاشين وتهلا ليا فراسك.